جديدة من برنامج معكم في رمضان، برنامجنا يلي مستمر معكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك. الله يتقبل صيامنا وصيامكم وطاعتنا وطاعتكم بإذن الله تعالى. اليوم حلقتنا وموضوعنا حيكون كتير قريب من خصوصية هي الأيام الفضيلة، الأيام العشر الأواخر اللي نحن فعليا بلشنا فيها بأواخر شهر رمضان والعشر الأخير من شهر رمضان المبارك. لازم هدول الأيام قديش يفضل فيها التقرب من الله أكثر، الإكثار من الطاعات والعبادات أكثر. بحلقتنا اليوم رح يكون ضيفنا أيضا مميز الدكتور حمزة الحمزاوي، وهو استشاري وخبير في علوم التفوق والتطوير الذاتي والمؤسساتي. رح نحكي مع الدكتور حمزة عن هذا الموضوع، موضوع التجليات الروحية وحتى النفسية على الأشخاص والأرواح لشهر رمضان ولهذه الأواخر بشكل خاص، وأيضا كيف يمكن أن تكون الإدارة الحقيقية لهذه الأيام المباركة والفضيلة. سألنا سؤال تفاعلي على صفحاتنا ومنصات التواصل الاجتماعي لشبكة مسك. سؤالنا التفاعلي كان: شو هي الأمور وما هي الأمور التي ستركز عليها في هذه العشر الأواخر؟ وكانت الخيارات متفرقة بين العبادات، التفرغ أكثر العبادات، القيام بتحضير حلويات العيد، أو حتى التواصل مع الأقرباء. ووضعنا خيار أخير وهو لا شيء جديد. من اللافت بالانتباه واللافت بالأمر أن الخيارات أو أغلب الأشخاص اللي جاوبوا على هذا السؤال كان خيارهم الأول هو التفرغ للعبادات، وهذا شيء بالفعل محمس وإيجابي بإدراكهم لأهمية هي الأيام الفضيلة. ما بدي طول أكثر عليكم، لكن سؤالنا التفاعلي بالفعل لحد الآن مستمر، ونحن بانتظار اتصالاتكم على الأرقام 0352-03416 أو حتى 17. سؤالنا رح أرجع عيده: شو هي الأمور يلي حتركز عليها في العشر الأواخر من رمضان؟ أما هلأ متابعينا، خلونا نتابع تقرير عدته زميلتنا مجدية كريمة حول فضل العشر الأواخر من رمضان، وبنرجع لنبدأ حوارنا. شهر رمضان شهر مبارك له خصوصية عند المسلمين، نزل فيه القرآن وتستحب فيه العبادات، ويباهي الله بالعباد ملائكته، وتزداد هذه الخصوصية والاهتمام في العشر الأواخر منه، إذ تبدأ العشر من ليلة 21 منه وتنتهي بخروج رمضان، سواء كان ناقصا 29 يوما أو تاما 30 يوما، فإذا نقص الشهر فهي 9 ليال. العشر الأواخر من رمضان لها مزايا تفضلها على غيرها من ليالي العام، وذلك أنها الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها بالعبادة، وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعناية واجتهاد كبيرين، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من العبادة والحرص على فعل الخير. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وشد مئزره كناية عن اعتزال النساء، وأحيا ليله معناه استغرقه بالسهر في العبادة صلاة وتلاوة. فيستحب للمسلم أن يحقق في هذه العشر مفهوم العبودية لله عز وجل في حياته العامة والخاصة، وأن يركز على تزكية نفسه وإصلاح قلبه والتزود بالخيرات. ومما يشرع في هذه الأيام الاعتكاف، أي الانقطاع عن الخلق والإقبال على الله تعالى، وهو خروج من دائرة الحياة اليومية وتأثيرها على النفس، وفرصة ليخلو الإنسان بنفسه ويحادثها عن أمانيه الماضية وما يريد أن يحقق لنفسه في المستقبل. عودة عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان. بعد ما تابعنا هذا التقرير المميز، حابين نستفيد أكثر بفضل هذه الأيام مع الدكتور حمزة. كل عام وأنت بألف خير دكتور، رمضان كريم. أنت بخير وكل عام وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. مثل ما سمعنا بالتقرير عن فضل هذه الأيام المباركة، لماذا هذه الأيام
إلى هذا الحد هي مباركة وفضيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباحكم مسك إن شاء الله، وأيامكم كلها مسك. أهلا وسهلا فيك. الصوت تمام هيك؟ أنا عم بسمعك تمام. تمام الحمد لله. طيب، باختصار شديد لا شك أن لابد من تصحيح مفهوم معين متى يبدأ العام على المستوى الروحي. متى يبدأ العام على المستوى الإنجازي؟ كثير من الناس بتفكر بداية العام هي بداية محرم، بينما بداية العام الإنجازي والروحي تكون في رمضان. نعم. بمعنى آخر، خذ العمل في شعبان، تفعل العمل إلى الله. واحد رمضان هي دورة تدريبية إلهية سماوية إجبارية مجانية للتزود والشحن والتعود وبناء عادات جديدة بناء خلال 30 يوم إن شاء الله. يفترض المتخرج فيها يفوز بجائزة اسمها ليلة القدر، ثم حفلة التخرج تكون في العيد، ثم إن شاء الله نستمر 11 شهر بناء على ما قمنا به إن شاء الله يلي تدربنا عليه برمضان. يلي تدربنا عليه، نعم. نحن عندنا دورة تدريبية، مو موسم طبعا خلاص. الناس للأسف أحيانا بيكونوا رمضانيين وليسوا ربانيين، يعني يقبلوا على الله وعلى هذه العبادات وهذه الأمور فقط وفقط في رمضان. وإذا قضى رمضان تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. للأسف لا، يفترض إذا أردنا أن نستفيد من رمضان نطرح سؤال هل قبل رمضان منا يا ترى؟ الجواب يفترض أن يكون ماذا؟ وأثر رمضان، أثر ما بعد رمضان وليس داخل رمضان. كم استمرت معي العادات الرمضانية؟ كم استمر معي هيك يفترض النشوة هذه الروحية والارتقاء النفسي بالمعشر ومجموع الصفات اللي يفترض اكتسبتها في رمضان؟ بمقدار ما استمرت معي بعد رمضان بمقدار ما بنقول الأمور تمام. تمام. طيب دكتور، نحن كنا عم نقول انه في عدة يعني فضائل لهي الايام المباركة، سواء منا الاعتكاف مثل ما ذكرت حضرتك ليلة القدر اللي حنجي لها بالتفصيل بالمحور القادم بحلقتنا، لكن في بعض الاشخاص ممكن يقول غافل لربما عن اهمية هي الايام المباركة واهمية استدراكها. يعني نحن لسه اليوم 22 من رمضان، احتمال يكون عندنا لسه 8 ايام لرمضان او حتى 7 ايام، يعني تقريب الأسبوع. للأشخاص يلي ما استدركوا بدايات هالشهر رمضان وحتى يعني غفلوا أو نتيجة الظروف والضغوط، نحن هون شو فينا ننصحهم ونعطيهم نصائح لحتى يحاولوا استدراك فضل هالأيام؟ طيب، هو طبعا لا شك يقينا كل يوم من أيام رمضان لا يعدله الدهر كله. سبحان الله. كل يوم من أيام رمضان مهم، إن كان باقي إن شاء الله 3 أيام، مش باقي عنا أسبوع أو 8 أيام. فلذلك أنا بدي أحكم بالفعل، لأنه الإنسان ممكن يتبدل ويتغير بلمحة، يتغير سبحان الله بموقف، بصدمة معينة، سبحان الله، بعطاء معين إلى آخره. لذلك نحن جميعا بحاجة إلى هذا التعديل والتغيير، بحاجة إلى هذا الارتقاء وهذا النمو وهذا السمو. جميل. طبعا نترقب ليله معينه اسمها ليله القدر، وحنتكلم عنها بالتفصيل اذا ترتئين. تماما. لكن قبل ما ندخل بهذه الليله ضروري يكون عندنا شيء اسمه الجاهزيه. طيب دكتور حمزه، يكون اما في حاله عمل، يعني هو اصلا ملتزم بعمل. دكتور حمزه بس هو معنا اتصال، فينا ناخذ الاتصال بركي. بس نكمل التذكره. تفضل. طبعا. فنحن كلنا بنسعى نحو الاجازه. الاجازه بدي بعد عن العمل وبعد عن كل شيء وتفرغ هيك، بدي لملم حالي ما لي عارف شو فيني. فالان جاءتكم الفرصه لنعمل شيء اسمه الخلوة او الاعتكاف. يعني اجازه هيك تطلب انت اجازه، بس ليش الاجازه؟ شو بنعمل فيها؟ نحكي بعد الاتصال. اكيد. في معنا هلا اول اتصال اجانا. احمد، يسعد صباحك، كل عام وانت بخير، اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك، كيف صيامك يا احمد؟ ان شاء الله بخير.
والله الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل يا رب. احمد، نحن سؤالنا التفاعلي عم نقول انه شو هي الامور اللي حتركز عليها اكثر بهالعشر الاواخر؟ كنت حاسس انه انت هالعشر الاواخر عم تركز على شيء من العبادات لربما او الامور الدنيويه خلينا نحكي اكثر، ولا لا انه من بدايه رمضان لحد الان انت مواظب على شيء معين؟ والله يا مدام، هو بالاساس يعني شهر رمضان بشكل عام موسم، تمام؟ يعني موسم للطاعات والعبادات مثل ما قال الدكتور ابو الزيق، يعني هاي الايام هاي العمل فيه لازم يكون مضاعف، يعني لانه هو موسم مثلث، يعني ما معقول واحد طول السنه يعني بشبه لك اياها لغير اشياء مثل السياحه او الانتجه او اي شيء شغل، هو بيشتغل طول السنه، بس عنده فتره الموسم هذا الشغل يكون مضاعف، تمام؟ حلو. نحن ما بدنا نكون الشغل برمضان صلاة الجامع وقراءة قرآن وباقي السنة نسكر المحل ومش موبايل نشتغل، لا، هلا أنا الحمد لله رب العالمين طول السنة بخلي بالجامع وبقرأ قرآن ما شاء الله، برافو. بس الشغل برمضان رح يكون مضاعف، يعني جزء مثلا يوميا أقل شيء أو جزئين، الصلوات كلها مع صلاة الصبح، هذا الشيء يعني إذا كان فيه انقطاع بعد رمضان لانه للاسف يعني ما استفدنا شيء من رمضان. انت هيك مواظب على هذا الشيء احمد لحد الان، مثلا قراءه قران اكثر، عم تحس انه في صلاه اكثر، عم تحس انه في عندك يعني قدره اكثر لتصلي وتتعبد تتقرب من الله؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، لانه اذا ما كنا مواظبين على هذا الشيء بهيك ايام فضيله يعني للاسف لنكون من الخاسرين يعني بعد رمضان. نعم، طيب احمد، حابب تسال الدكتور حمزه اي سؤال او مثلا تطلب منه اي نصيحه معينه؟ الله يجزيك الخير يا رب، بس بريد ودي لجانب الشباب اللي هلا حاليا مسكوا الصلاه برمضان انه يا ريت ما يتركوه بعد رمضان. حلو يعني راح يكون ندم كبير. تمام، وصلت مداخلتك اكيد يا احمد، نشكرك وان شاء الله يا رب الله يتقبل صيامك باذن الله تعالى. شكرا كثير لك يا احمد، اهلا وسهلا فيك. دكتور حمزة تابعنا أحمد أحد المتصلين يلي ما شاء الله هو من الأشخاص اللي ماسكين مثل ما بيقولوا رمضان عن حقه حقيقي، وإن شاء الله الله يثبته كمان لبعد رمضان. هو عم يحس أنه في بعض الشباب اللي لسه لحد الآن ما استدركوا قيمة رمضان، شو ممكن أنت تعلق على هذا الموضوع؟ نعم، طيب هلأ حتى يكون الأفكار متسلسلة ونبني شيء بالأذهان، نعم، ضروري نشد يمين ويسار، حنجاوب ان شاء الله على كل الاسئله وكل التساؤلات وكل الاتصالات. نعم. في ديات الحديث المتسلسل باذن الله رب العالمين. ممتاز. طيب الفكره حتى هؤلاء الشباب يمكن يكونوا عم يسعوا بدنا اجازه، حتى ربه المنزل داخل المنزل ان شاء الله كمان ما بدي اجازه. وشيء عام سبحان الله انه هذا العام تحديدا او العام الماضي وهذا العام عندنا حظر اصلا. تمام. يعني معظم المهن معظم مال أصلاً معطلة، فكأن الأجواء مهيئة أصلاً لهذه الإجازة، لكن بدل أن تكون إجازة قهرية ونشعر بصراحة أن أغلقت الدنيا في وجوهنا، فقد تكون هي الفرصة للتفرغ مع الذات والتفرغ بيني وبين نفسي لحتى بالفعل أعرف كيف أسترجع زمام قيادة نفسي وعيد ترتيب أولوياتي وأعرف كيف بدي أنظم حياتي لحتى يكون في عندي انطلاقة ما بعد رمضان، انطلاقة قوية يحقق لي اتزاني الشخصي وحسن إدارتي لأموري المهنية والجسدية الصحية والنفسية والعقلية والروحية والاجتماعية والزمانية، إدارة عمري والمكانية أن يكون عندي الأثر الإيجابي في المكان اللي أنا موجود فيه. جميل. وهكذا، هذا يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى شيء من هذا القبيل. أنا ما بدي نحصر العبادات فقط وفقط بتلاوة قرآن أو بموضوع أنه وقفنا وصلينا ركعتين زيادة أو عملنا شوية تسابيح وأذكار، وهذا مهم، هذا مهم، يا سلام. لكن نسأل أنفسنا، محمد صلى الله عليه وسلم ما قبل البعثة لما نزلت عليه اقرأ ما كان هناك ليلة القدر، ماذا كان يفعل؟ كم ركعة كان عم يصلي؟ هل كان هناك القرآن يقرأ؟ نعم. كان يمارس عبادة هامة، 99% من الناس اليوم غافل عنها، اسمها عبادة التفكر والتأمل. التفكر والتأمل، يا سلام. هذا التفكر ممكن يكون أهم بكثير من الشعائر التعبدية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان نص قرآن عليه يا أيها المزمل قم الليل، بقي 10 سنوات وفي الصلاة اللي احنا بنعرفها، الإسراء والمعراج. نعم.
10 سنوات ماذا كان يفعل قيام الليل؟ اذا كان مباشره مع بدايات التنذير يقول له قم الليل. استمر 10 سنوات مثل الصلاه. نعم. وصلاه التراويح المعرفه بعد 15 سنه، السنه الثانيه للهجره صلاه التراويح. يعني من حيث الاهميه ايها الناس تصنع انفسكم. جميل جميل ما شاء الله دكتور. اضطراباتكم النفسيه، بمشاكلكم، نعم، الاشياء المشوشه ذهنيا، الاشياء المقلقه فكريا، الاشياء اللي عم تخليكم للاسف تخسروا فرص كتير. نعم اكيد دكتور، نحن متابعين مع حضرتك. لابد ان يكون عندنا جلسات فيها خلوه مع الذات في هذه الايام. نعم دكتور. في هذه الليالي هي التفكر وفيها التامل، سواء جميل. كان خارجي والأرض ولا داخلي وهو الأكثر أهمية. نعم دكتور، احنا اكيد متابعين مع حضرتك لنتعمق اكثر اصلا، يعني لانه مفهوم هذا التفرغ بيحتاج اكثر لتعمق، لكن رح نطلع لفاصل اول اعلاني وبنرجع اكيد لنكمل مع حضرتك دكتور. متابعينا فاصل اعلاني وبنرجع بعده اكيد لنتابع، خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0542918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. We'll be right back.
أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد ببرنامج معكم في رمضان وحلقة اليوم 22 من شهر رمضان. اليوم عم نركز فيها على موضوع شو هي الأمور يلي يفضل أنه نحاول نحن نقوم فيها لحتى نستدرك فضل هالعشر الأواخر المباركة من شهر رمضان المبارك. بدي أرجع رحب بالدكتور حمزة. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. دكتور نحن كنا قبل الفاصل عم نحكي عن موضوع التفكر والتأمل، قديش هي من العبادات المهمة يلي لازم نحاول نحس بقيمتها بالعشر الأواخر أكثر إلى جانب العبادات الأخرى. أنا حابة أتعمق شوي بهذا المفهوم وأيضا ترشح لنا أعمال يستحب أنه نحن نكثف العمل فيها بهي العشر الأواخر. جميل. طبعا انا بيسرني كثير يكون التخطيط والتكتيك والرؤيه يكون مهم جدا. عندنا عباده مهمه جدا اسمها النيه، حدات النيه عباده. حلو. وربما كل افعالنا وكل تصرفاتنا اذا خلت من النيه ربما كانت كل افعالنا واعمالنا للاسف غير محسوبه. فكثير مهم انه نجدد موضوع النيه، انه انا الان ان شاء الله مو لانني في حظر ان جالس في بيتي وانتهى الموضوع، لا، انا انوي باذن الله ان امضي أجمل وأفضل وأمثل وأحسن حالاتي خلال هذه الأيام إن شاء الله، فيما أستطيع أن أقدم لذاتي أو لأسرتي وعائلتي أو لمجتمعي أو للناس أجمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأن العبادة ليست هي عبادة فقط عن صلاة وصيام وفقط قراءة قرآن وأذكار، على أهميتها طبعا مهمة جدا جدا جدا، ولكن ينبغي أن أفهم أن كل عمل عم يكون فيه إن شاء الله مع النية على مراد الله متوافق مع سنة رسول الله هذا بإذن الله عبادة. حلو. فكل إنسان الآن عم يخدم الناس المرضى والمصابين في الكورونا والقائم على شؤون البشرية وعلى تحسين الأداء وما شاكل ونقدم خدمات مجتمعية من أمثالكم، هذا في عبادة. أنت الآن لو نويتي في عبادة، أنا الآن لو نويت في عبادة، المستمع الذي يتتبعنا الآن ويستفيد منا في عبادة. فأولا نوسع مفهوم العبادة ما نحصره فقط في الشعائر. رائع هذا الكلام، رائع. واحد. اثنين، من ضمن الأشياء اللي كتير مهم نتعلمها هي موضوع اسمه التخطيط والتكتيك. حلو. طبعا جدولي الخاص يمكن يكون واضح أن ترتيب الأيام والأرقام واحد صافي. هذا لكل الأيام وبالذات لأيام العشر، وبالذات لأيام العشر. حلو. لازم ندرك ان هذه الايام مثلا فيها يوم فضيل، يوم جمعه، الجمعه الاخيره، الجمعه الخاتمه موجوده في هذا العشر الاخير بالضبط. وفي عندنا الاثنين والخميس ترفع فيها الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. يعني صحيح انا عم بتعبد وتهجد وسوي واعمل وكذا، بس انت عارف نقطتين، هل قبلت هذه العباده، هل رفعت هذه العباده. قبول ورفع، في عندي مبدئين. حلو. دائما نقول صح صيامكم، تقبل الله طاعتكم، تقبل الله صيامكم، تقبل الله منا وكم صلاتكم إلى آخره. جميل. التقبل شيء والرفع شيء ثاني. التقبل بينك وبين الله، بينك وبين الله ربنا سبحانه وتعالى شافك شو سويت، شو عملت، شو قدمت، شو خشعت، شو دعيت، شو امتهلت، فهذا بينك وبين الله، نسأل الله القبول. هل رفع أو لم يرفع هذا متوقف على سلوكي الاجتماعي. إذا كان في قلبي غل، وإذا كان في قلبي حسد، وإذا كان في قلبي ضغينة، وإذا كان في قلبي كراهية، وأنا أدعي أنني في الأيام الأخيرة من رمضان أريد أن أحصل على جائزة القدر، القدر يعني الشأن العظيم والمرتبة العظيمة. نعم. وأنا دون هذه المرتبة وإلى الآن لم أستطع، لا ندخل في قلبي لا مغفرة ولا رحمة، فكيف أنا بدي أوصل لذاك القدر؟ فإذا أردت أنه عملي يرتفع راقب حالي الاثنين خميس لازم يرفع عمل إن شاء الله. كيف؟ لازم يكون بالفعل ما في بيني وبين حدا من خلق الله. نعم. ضغينة، كراهية، سوداوية، شيء من هذا القبيل. يعني من العبادات الآن ومع التفرغ الآن من الأشياء التي ما أشار إليها الجمهور والاستسماح والمسامحة. جميل. الاستسماح والمسامحة يا جماعة، نحن أيام الأخيرة أيام الفضيلة، بدنا نجي على العيد. العيد يعني عادة الأمور إلى مجاريها إن شاء الله بإذن الله، صالحنا نقدر نتزاور، نقدر نتكلم. حلوة هي بالفعل، حيكون فرصة هون لتسمير رمضان لإصلاح العلاقات، اللي يحصل على قدر عالي وجائزة عالية. لازم يعلم نفسه أنه لا كبرياء ولا كبر،
أعني على نفسك بكثة السجود. لما عم نسجد على هذا الأنف تبع الأنفة والكبرياء، أنا أوان الآن في ليلة القدر ولهذه الليالي الفضيلة أن نستسمح ونسامح حتى يرفع عملنا، مو بس يقبل. نعم. طيب دكتور، إذا عملي لم يرفع لي مأساة. نعم دكتور، ضروري جدا أحرص على قبول العمل ورفع العمل. قبول العمل، أحسن وأخلص العبادة بيني وبين الله بشتى أشكال هذه العبادة، كانت شعائر ولا كانت أعمال. واحد اثنين، أحرص حرص تام وكامل على تصحيح العلاقات بيني وبين غيري وأولى الناس، الناس اللي عايشين ضمن الجدران الواحدة من البيت الواحد. نحن مو معقول قال عم نسجد وبعدين كل واحد متخاصم مع الثاني عم يصلي لحاله. بالضبط. الزوجة عم تصلي لحالها والزوج. ويا ما أكثر دكتور صراحة، يعني يا ما أكثر هالخلافات اللي عم تصير بتلاحظ، وخاصة هلا نحن رح نجي على طبعا محور كورونا وهذا الجو العائلي أحيانا اللي يكون عم يكون مشحون بسبب الحظر والكل قاعد بالبيت. بس بالفعل أنت مثل ما عم تقول حضرتك إنه يا ما أكثر البيوت يلي بتلاقي فيها الأطفال بمكان، الزوج بمكان، الزوجة بمكان، ما في هذا الجو الأسري والعائلي الحميمية اللي أصلا كلياتهم هن مترفعين فيه عن الضغناء والمشاحنات وهالأمور. هي يعني هي فرصة بالفعل حقيقية رمضان لحتى نحن نكون يعني مقربين بين قلوبنا وقلوب الآخرين. طيب دكتور، أنا حابة أحكي عن نقطة وهي لها علاقة بموضوع الإنتاجية. نحن هون رمضان عم نحكي هو فرصة لحتى تزيد طاعاتنا وأعمالنا و تكون النوايا أيضا والإخلاص بالنوايا لحتى تتقبل أعمالنا يعني بشكل أو بآخر. لكن ما تبريرك ربما أو تفسيرك للأشخاص اللي بيقولوا برمضان بتنعدم الإنتاجية، حتى أصلا قدرتهم على القيام بعبادات أخرى بتصير صعبة عليهم لأنه بيحسوا أنهن نظامهم كله تخربط من النوم من الغذاء أو حتى من الطعام والشراب وهيك. فأنت شو ممكن توجه لهم رسالة لهدول الأشخاص؟ هلا نحن من كل حب وتقدير لكل الناس، في ناس عنا اسمهم استسهاليين وناس اسمهم استصعابيين، هذا عم وجهة نظر نفسية. فالاستسهاليون بكل طول حياتهم سهلة بسيطة، نو بروبلم، ما في مشكلة، عادي، محلولة، نتحدى. هو معناته أمورهم سهلة، أمورهم قد تكون صعبة لكن هي نفسيتهم سهلة، نفسيتهم يستسهلون الأمور. في عنا أشخاص اسمهم للأسف نفسيتهم الاستصعابية، يعني لو تقولي له جيب كاسة مي، يا الله هلا بعد شوي بعتق أخي بس. فلذلك الاستصعابيين شو ما عملنا معهم هيدلوا استصعابيين. إذا لم يعترفوا بينه وبين أنفسهم الآن بأن هناك وضع شخصي ذاتي نفسي، أنا أوان أن يغيروا بإرادتهم المحضة من دون وجود لا محفزين خارجيين ولا من يقلون ولا من طبطب عليهم، قلت فرصتكم وأنا أوان أن تستثمروا هذه الأيام الأخيرة. إما أن تنهضوا نهضة ذاتية شخصية ذاتية وتقولوا لا للأعذار، لا للكسل، لا للاستصعاب. ما نشوف الدنيا صعبة، بالعكس أمور سهلة كتير 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 كتير. هذا من جانب. جانب ثاني، كما قلت هذا إذا ظهر في حياتي، لو نفترض أنه أنا اتبعثت أموري وفتت طول حياته ما تعرفت شو بدي ساقي ونفتر صبري، هذا دليل أنه هو بده شغل كتير معنا. هذا دلالة على أنه هذا الشخص إذا أراد بالفعل يستمر في هذه الحياة ويستمر بطريقة إيجابية وفعالة على كافة المستويات المهنية الحياتية المالية الغنى الشهرة مدري مين اللي بده إياه، أنا أوان أن يستوعب من هذه التجربة الرمضانية أنه بحاجة إلى إعادة نقد وبناء، يعني بحاجة يعمل لي ضبط مصنع ويرجع بعدين بالفعل يتعلم فنون التخطيط والتكتيك. جميل. ضروري يكون عنده. جميل شيء دكتور هذا الكلام. علاقة بإدارة العمر وشيء بإدارة الوقت. نعم. يفهم بالضبط أن الناس اللي ما للمسلمين ما لهم علاقة بالإسلام اللي بيشتغلوا بس بالإدارة وما شاكل، بيقول لك بالفعل عليك أنك تلاقي أيام إجازة تختلف فيها مع نفسك، ترتب فيها أولوياتك، ترتب فيها أولوياتك الشخصية، تعرف إلى أين ستمضي، تقيم المرحلة الماضية اللي كنت فيها وهكذا. طيب دكتور، نحن أكيد متابعين مع حضرتك دكتور. نعم. ما شاء الله توضيح جميل جدا لهي الفكرة، لكن رح نطلع لفاصل إعلاني وبنرجع أكيد لنكمل مع حضرتك متابعينا. فاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنتابع حوار، لا تروحوا بعيد، خليكم معنا.
الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربيا وعالميا، لتكون حلويات السلطان اسما يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. أنتم تعرفون دواء الظلمة، تعرفون كيف ينتهي هذا الصمت الذي أضنانا، والوصفة المناسبة لألم الفراق. زينب، هل أحضرت الملح؟ جاء أبي. حتى أنكم تعرفون كيف نفرح بمائدة الإفطار. حلوتي، لأن رمضان يحمل الأمل في كل شيء نحن نشتاق إليه. إيهاها، رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. مثل ما عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة. والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59.
عودة عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان ومتابعين بالقسم الثاني من حلقتنا. أكيد بدي أرجع أرحب بالدكتور حمزة. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور معنا بالبرنامج. أهلا وسهلا فيك دكتور. بس أنا حأرجع أذكر المشاهدين وكل مين انضم لنا هلأ لسؤالنا التفاعلي وبإمكانية مشاركتهم مباشرة عبر الأرقام لحتى يعطونا رأيهم بهذا الموضوع يلي نحن عم نناقش فيه أصلا موضوع حلقتنا. سؤالنا هو شو هي الأمور يلي حتركز عليها أكثر أو بلشت تركز فيها أكثر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل؟ نحن بالفعل بمقدمة البرنامج دكتور والقسم الأول كنا عم نكثف على أهم الأعمال وأكثر الأعمال المستحبة القيام فيها في هذه العشر الأواخر وتعمقنا بشكل كافي برأيي حسب هذا الموضوع. لكن بدنا ننتقل لمحور ثاني آخر وهو قلنا بدنا نخصص لليلة القدر محور أساسي ووقت كافي لحتى نحكي فيه عن هاي الليلة ليلة القدر. نبسط أكثر لكل مين عم يتابعنا شو يعني ليلة القدر وليش في إلها هالخصوصية. طيب كمان بهمني كثير أن نشوف الأمور من وجهة نظر مختلفة. ربما هناك كلام كثير نستمع إليه من السادة العلماء والمشايخ ومن قنوات اليوتيوب وغيره وغيره. بالضبط. لكن أنا أريد دائما أوجه الأنظار للزوايا اللي القليل مننا من يستطيع أن يراها. إذا سمحتوا لي. نعم تفضل. لذلك حنقول ضروري كثير يكون في عندنا ورقة وقلم ضروري. من ضمن هذه العبادات يكون عندنا ورقة وقلم. حلو. ونجلس بيننا وبين ذواتنا استعدادا لليلة القدر. دعنا نعتبر ليلة القدر كالذي يطرق بابنا بأن أنه هذا اسمه الحظ مثلا. باسم مجرد مثال. مين الحظ. روح على نايم أنا هلا مالي فاضي. ليلة القدر موجودة ولح تأخذ سؤلك وتأخذ ما تريد بعدين أنا نايم مالي فاضي. أو بالتالي روح عليها هاي الفرصة. لكن من في الباب نفترض أنه الحظ. روح يا عمي روح أنا بارك حلي لا عندي حظ ولا عندي شيء. واللي ما عنده حظ لاش أو لا يتعب. عنده هذا الاعتقاد للأسف. فهو يحرم ذاته بذاته. نعم. مين القدر اسأل تعطى. شو بدنا نسأل شو بدنا نعمل شو بدنا نسأل شيخنا انت دعينا. لك حبيبي انت لازم تعرف احتياجاتك. انت لازم تعرف شو اللي ناقصك. كل واحد فينا لازم يكون مجمع عارف مسبقا ماذا يريد من الله في مثل هذه الليلة. بنلاقي انه كتار من الناس تايهين مش عارفين. اتعودوا على الادعية العمومية. ربي دينا رزقنا شينا عامة. من دون تحديد من دون تخصيص من دون توجيه. طيب بناروا القدر العام ممن طلبوا. أما في شخص لربما كان يحلم حلم معين طموح معين أمنية معينة جاهز عامل دراسة جدوى كذا إلى شيء من الطبيب جاء القدر. من اليوم يومك والقدر قدرك والوقت وقتك اسأل تعطى. الله أكبر جاهز هو أصلاً محضر القائمة. أنا جاهز لهذا الموضوع وجاهز القائمة بالفعل. فالآن لو سألنا الناس بالفعل لو كان هيك عنا مارد على الدين السحري طبعة الأمنيات ماذا تتمنى؟ أول ما بتعمل لي يعني أنت مالك جاهز. أيوة حلو. أما أول ما عندك لك واحد اثنين ثلاثة أربعة مستعد فوراً يعني. نعم. ممتاز. الواضح جدا انه نحن عايشين في حاله ضياع ما. انا نعم مع العبادات ومع الشعائر التعبديه لكن مع التفكير والتخطيط والتكتيك وفهم ما هي ليلة القدر اصلا. ليلة القدر اختلف فيها من محمد بن عبد الله لصار محمد رسول الله يعني ارتفع المقام. نعم. ارتفع القدر. القدر يعني الشأن العظيم. ما هي مكانتك يا أستاذة هلا؟ مين أنت بالضبط؟ شو الشيء ممكن تقدميه للناس وللبشرية؟ تماماً. شو مصدر غناك؟ شو المصدر أن تكوني بالفعل الموئل والمرجع؟ ما تعيش إنسان على الهامش على الإطلاق. جميل. كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه خلق أفضل مخلوق سخر له ما في السماوات وما في الأرض. ما أرضى أن نكون إنسان على الهامش أو إنسان عام وخلصنا. كل إنسان عنده بصمته. فهذا القدر الآن يا رب بلغني قدري
في ليلة القدر بلغني قدري، منزلتي، مكانتي. طيب دكتور، في ناس بيضلوا بيقولوا انه هن هلا خلص يعني رح يبردوا قلبهم لتجي ليله القدر اللي هي حتكون 27 حسب ما كثير من ال تمام يعني اجت كثير احاديث انه عم تقول انه هي حتكون بليله 27. نحن ما نتبع هذا، خلينا نكون بالعشر الاخير كله يعني ما نركز على شيء معين. افترضي وصلنا 27، اذا ما عاملين المقدمات عم اقول لك عليها رح نستفاد شيء. تماما. ليله القدر رقم واحد على السريع، فيها يفرق كل امر حكيم. يعني عمليا في عندك اكيد افكار في راسك كثيره جدا مشوشه، قرارات مصيريه بنسميها. ما هي؟ تزوج ما تزوج، انفك من هذا الزواج ولا لا، سافر وقيم في هذا البلد، ادرس هذا الفرع الجامعي، خيارات متعدده قدامي، هذا العمل، قرارات مصيريه. وقارع ما بيعرف شو بدي. حتى لو بستشير الناس كل واحد بيعطيني رايه، كل واحد بيعطيني فكره، انا ضايع. فانا بحاجه الى صفاء بالذهن وبحاجه الى اجابه من الله وتيسير من الله انه اختاري القدر الفلاني. يا سلام، هذا يكون توزيع في يد القدر. فيها يفرق كل امر حكيم. طيب هذا واحد. اثنين، مشان نقول على كلمه حكيم، نحن ناقصنا بحياتنا الحكمه، ان نضع الشيء المناسب في المكان المناسب، في الزمن المناسب، الوضع المناسب. طيب قالوا من يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فنسال الله الان بليله القدر ان يعطينا الحكمه. دكتور نحن أكيد متابعين مع حضرتك، وإن شاء الله يا رب الله يكرمنا الحكمة، لكن مضطرين لفاصل إعلاني قصير ونرجع أكيد بعده لنتابع مع حضرتك. خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77.
رمضان يحمل الأمل. أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. عودة عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان، وبدي أرجع أرحب بالدكتور حمزة. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور بفقرتنا الأخيرة والختامية من حلقتنا اليوم. كنا عم نحكي عن فضائل ليلة القدر وفضائل الأيام العشر الأواخر، وأيضا كيف يمكن أن يعني نتعمق بمفهوم ليلة القدر، ليست هي فقط ليلة وإنما يجب أن تكون مستمرة بالعشر الأواخر بشكل كامل. لكن دكتور بس بدي أعلق بموضوع بيتعلق بالروايات التي ترد أنها هي ليلة وترية. يعني نحن لازم دائما نركز ونكثف دعائنا لربما عباداتنا أكثر بالليالي الفردية أو الوترية. رأيك بهذا الموضوع، وأيضا شو نعمل أكثر، يعني شيء مركز أكثر بهالليالي؟ جميل. طيب أولا على مستوى الزماني، نعم هي في العشر الأخير، لكن نحن اليوم عالمنا العربي والإسلامي للأسف لا يصوم في يوم واحد ولا يفطر في يوم واحد. للأسف يعني هذا الشيء من الوقائع. نعم. هي الليلة ليلة واحدة. يعني يا ليلتنا يا ليلتهم. يا اللي صام الثلاثة يا اللي صام الأربعة. وبالتالي العشر الأخير بالنسبة لنا المفارد بتكون مزاوج. مزاوجهم بتكون مفاردنا. وبالتالي ما بنعرف إذا هن الصح ولا هن الصح. والأفضل والأمثل والأكمل أن تكون العشر الأخير كلها كأنها مفارد. جميل. العشر الأخير كأنها كلها مفارد. حتى ما واحد يعمل لي اليوم بعمل لي إحياء ويوم ما بعمل، يوم بعمل يوم بعمل. في بعض الأشخاص بيقولوا إنه في بهالليلة تجليات معينة مثلا العلاقة بحسب الروايات أصلا النبوية اللي وردت. إذا فهلا أول وحدة نسوي الليالي كلها كأنها فردية. حلو. هي رقم واحد. اثنين، لا نخص بما يسمى 27. 27 يا جماعة هي ذكرى أول ليلة قدر. ذكرى نزول القرآن. ذكرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرى نزول إقرأ. ذكرى ارتفاع قدر الأمة كله من الجاهلية إلى إسلام. فهي ذكرى وليست ليلة القدر. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ليلة القدر عاش 23 سنة، ولا مرة قال إنه ليلة 27 هي ليلة القدر. أبدا. لا من قريب ولا من بعيد. نعم. بل قال التمسوها، هو نفسه هو القائل صلى الله عليه وسلم، التمسوها في العشر الأخير. فإذا ما حدا يقول لي أنا رح أخر نشاطاتي وعباداتي وسهراتي ودعواتي ليلة 27، لا، بدي إياها تكون في كل يوم إن شاء الله رب العالمين. وكل الليالي سميناها وترية. تمام؟ ومو بس 27. نعم. يؤسفني أن أقول أن بعض الناس ينتهي رمضان في يوم 27. صحيح. أصلاً. صحيح. 28 29 30 يعني سوء، يعني معمول، يعني
حكويات يعني ملابس يعني تعزيل البيت. هذول الثلاث ايام الاكثر اهميه. رائع. اسمه الثلث الاخير، والثلث الاخير هو الاكثر اهميه. شكرا. تعرفوا اي اهم قسم من اقسام الليل؟ الثلث الاخير. بالضبط. اي اكثر جزء نتعامل معه من القران الكريم؟ الثلث الاخير. الثلث الاخير دائما. صحيح. وقد سمع وتبارك مثلا اخر القران، اخر ثلاث سور، الاخلاص والمحوزتين. نعم. اكثر شيء نقراهم، فلذلك اخر اخر ثلاث ايام هن يمكن يكونوا اخر ثلاث ايام او نعم اكثر ايام جدا. الاهميه. ما شاء الله دكتور، يعني ما احد يوقف. يعني لخصت لنا تماما عم تظلم الناس. نعم دكتور، ايش ممكن نعمل الاعمال بصراحه؟ يعني ما عاد صفي عنا وقت، يعني ما شاء الله داركنا اليوم. نعم. الوقت وسحبنا الحديث الله. بشكل مكثف لفضل فعل الناس. نعم. اللي الله سبحانه وتعالى مخصصهم لخدمه الناس، هذا من العباده. نعم صحيح. اعطي نفسك حظ وفعلا خليك جميل. تشتغل في اطار موضوع الجمعيه الخيريه ولا غيره اللي تكسب تماما. الناس وتدعم الناس وتعين الناس، وخاصه في هذه الايام. رائع. ايضا جبر الخواطر وادخال السعاده والفرحه الى قلوب الناس ايضا من الاشياء ينبغي ان تكون في رمضان. جميل جدا دكتور، ما شاء الله، الله يجزيك الف خير على هالايضاحات الجميله، وان شاء الله يا رب كثار من الاشخاص يكونوا استفادوا من هالمعلومات. بدي اتشكرك الدكتور حمزه الحمزاوي، استشاري وخبير في علوم التفوق والتطوير الذاتي والمؤسساتي، شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات. الله يبارك فيك، شكرا. اهلا وسهلا فيك. ممكن يتابعونا على مواقعنا اكيد ان شاء الله. التحول كله اسلام عملي. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج معكم في رمضان، لقاءنا بيتجدد إن شاء الله بكرة. تبوا بألف خير، إلى اللقاء. بالهم بنطلب